مدارس بنات المستقبل الثانوية بأخلاق وبعلم نرقى. أهلا بكم يا أحبائي في الدرس الثاني من مادة الرياضيات القسمة والضرب. هنالك علاقة وثيقة جدا بين القسمة والضرب، وعليكم أن تكونوا قد حفظتم جداول الضرب لأنها مهمة جدا في عملية القسمة. اشترى خالد 6 أقلام ثم وزعها على مجموعتين. هاي خالد عنده 6 أقلام، وزع الأقلام على مجموعتين، هاي المجموعة الأولى وهاي المجموعة الثانية. شوفوا كل مجموعة كم فيها قلم أو كم فيها لون. 1 2 3 1 2 3. إذن هذه تسمى عناصر، والمجموعات هنا مجموعة مجموعتين. إذن اشترى خالد 6 أقلام ثم وزعها على مجموعتين بالتساوي، فكم قلما وضع في كل مجموعة؟ يا ثاني، المقصود بكلمة بالتساوي يعني كل مجموعة بيكون فيها نفس الرقم. هون 3 وهون 3، شوفوا هون عندي 3 أقلام وهون 3 أقلام، فنقول 6 وهي عد الأقلام تقسيم 2 وهي المجموعات يساوي 3 وهي كل عنصر داخل المجموعة عند تحويلها إلى عملية الضرب. نقول 2 ضرب وهي عدد المجموعات، دائما بالضرب نبدأ بعدد المجموعات، 2 ضرب 3 يساوي 6. ونستطيع التعبير عن ذلك بعملية الضرب كما أخبرتكم، فنقول 2 وهي عدد المجموعات ضرب 3 وهي عدد العناصر يساوي 6 وهو العدد الكلي، 6 أي العدد الكلي. لاحظ أنك عندما تقوم بعملية القسمة فإنك توزع الكل أي العدد الكلي وهو العدد الكبير إلى مجموعات متساوية، مجموعات متساوية. وعندما تقوم بعملية الضرب فإنك تجمع المجموعات في مجموعة واحدة، يعني زي هون يا تاني عندي مجموعة واحدة هاي فيها 6 أقلام، قسمناهم على مجموعتين 1 2، صار عندي مجموعتين. هلا الآن بدي أرجعهم كلهم في مجموعة واحدة، ولو وزعت 6 أقلام على 3 مجموعات فإنك تقول 6 تقسيم 3 يساوي 2، لأن 2 ضرب 3 يساوي 6. الآن سوف نقوم بتحويلها إلى عملية ضرب، 3 وهي عدد المجموعات 3 ضرب 2 يساوي 6. كما أخبرتكم 3 ضرب 2 يساوي 6. إذن هنا 3 مجموعات، كل مجموعة فيها قلمان قلمان قلمان، 3 مجموعات كل مجموعة يوجد فيها قلمان. الآن هنا في هذا الشكل يا ثاني نلاحظ وجود صفوف وأعمدة. في البداية نقسمها إلى صفوف، 1 2 3، 3 صفوف وعمودين. 3 ضرب 2 يساوي كليات الكرات، هي 6 كرات. نقوم بتمثيلها بعملية القسمة، لاحظوا يوجد لدينا 6 كرات، 6 تقسيم 6 هاي قسمناها على مجموعتين، هاي مجموعة الأولى وهاي مجموعة الثانية. إذن 6 تقسيم 2، 6 تقسيم 2 وهي المجموعات كما أخبرتكم يساوي 3، كل مجموعة فيها 3 كرات. هنا اختلفنا في العملية، نقوم بتوزيع 6 كرات على 3 مجموعات، 3 مجموعات
ركزوا يا تاني، ثلاث مجموعات، كل مجموعة رح يكون فيها كرتين، كل مجموعة رح يكون فيها كرتين. الآن ننظر إلى المسألة الأخرى، 4 ضرب 2 يساوي 8. 4 عندي 4 صفوف، 1 2 3 4، 4 صفوف. ضرب 2 اللي هما عمودان، العمود الأول والعمود الثاني، 8 كرات. نريد أن نحولها إلى مسألة قسمة، نقول 8 تقسيم 2، هي 8 كرات، كل الكرات هذول، الكرات اللي هون الثمانية هذول قسمناهم على مجموعتين، كل مجموعة طلع فيها 4 كرات. 4 ضرب 2 يساوي 8. هنا مجموعة، مجموعتين، 3 قص 4 عفوا 4 مجموعات، عندي 8 الكرات اللي هون قسمناهم على 4 مجموعات، مجموعة، مجموعتين، 3 4، 8 تقسيم 4 يساوي 2. في المسألة الأخيرة نلاحظ وجود صفين، 3 صفوف، 3 صفوف في كل و 4 أعمدة. إذن 3 صفوف و4 أعمدة، 3 ضرب 4 يساوي 12. إذن مجموع الكرات كلياتهم 12، مجموع الكرات كلهم 12 كرة. هنا قمنا بتقسيم 12 كرة على 3 مجموعات، كل مجموعة رح يكون فيها 4 كرات. هنا 12 كرة قسمناهم على 4 مجموعات، 1 2 3 4، 12 تقسيم 4 يساوي 3. شكرا لكم يا أحبائي.